تعالوا كده نسترجع الذكريات ونتكلم مع واحد من نجوم هذا الجيل العظيم، الكابتن سامي العروسي. كابتن سامي، يعيش اخويا، منور معانا واهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. مرحبا بيك ومرحبا بالسيد المشاهدين قناه الاهلي. اهلا بيك كل المصريين. اهلا بيك كابتن سامي، وطبعا بنسترجع ذكريات جميله جدا للترجي في التسعينات والمباريات النهائيات الافريقيه مع الانديه المصريه بشكل عام. اولا قيمة وقوة وأهمية هذه المباريات، كيف تنظر لها وأنت أحد اللاعبين اللي لهم خبرة طويلة وفاز مع الترجي قبل كده بدوري أبطال إفريقيا؟ الواضح أنه كرة شمال إفريقيا يعني هي الكرة الذكية، الكرة التكتيكية، الكرة اللعبية الأذكياء عندها شمال إفريقيا. ومن أحسن زي ما قلت أنت، من أحسن الفرق اللي موجودة شمال إفريقيا الأهلي والترجي. خاطر التاريخ يقول اللي ديما هما في النهائيات وهما اللي مشرفين يعني الكره العربيه والكره الافريقيه خاصه في مقاطعه الترجي والاهلي. والالقاب يعني خير دليل، الاهلي تقريبا لعب اكثر من 29 مقابله في النهائي، والترجي يعني لعب برشا مقابلات وحصل على 4 كؤوس افريقيه، كاس الكاف وكاس الكؤوس كاس الكؤوس سوبر كوب في كل يعني نتائج باهرة برشا للفريقين. أكيد. إيه الفرق بين نهائيات إفريقيا زمان في الجيل اللي كنتم متواجدين فيه مع الترجي التونسي عن الأجيال الحالية؟ هل المباريات بقت أشد قوة؟ هل زمان كانت المهارة أكتر؟ إيه الفرق بين النهائيات القارية في التسعينات عن الألفية الجديدة؟ تقريبا الكرة بصفة عامة تبدلت، يعني التسعينات كانت هناك الفنيات، يعني كرة الفنيات، كرة الفرجة، كرة الكرة الجميلة يعني. ولكن توا الأكثر يعني كرة كرة البلوك، يعني سموا احنا كرة يعني الدفاع البدنية، كرة الناحية البدنية ولا كرة هذا هو الفرق عندها. والنهائيات كانت موجوده، كانت ديما تبشرك اللي باش تكون فيها اهداف، باش تكون فيها كره، باش تكون فيها فرجه، وكانت ذهاب واياب ديما تلقى الاهداف. تو تنجم مقابله على الفانتيقه، تنجم ما تلقاش اهداف، ما تلقاش فرجه. الخطط هي اللي سيطرت على الكره العصريه. اكيد. طيب عايز اتكلم معاك على فريق الترجي التونسي، ويمكن الترجي بنفس العناصر اللي موجوده حاليا ولكن اختلف الاداء واختلفت النتائج لما كان موجود معهم الكابتن طارق ثابت، او حتى مع كوردوزو، ميجل كوردوزو المدرب البرتغالي اللي بيقود الترجي حاليا. الفارق الفني او ارتفاع مستوى الترجي رغم ان نفس العناصر الموجوده، هل اختلاف في التكتيك، اختلاف في المدرسه التدريبيه، ولا الاسباب من وجهه نظرك ايه يا كابتن سامي؟ تقريبا طارق ثابت خذ الفريق يعني بعد بطوله عربيه يعني كانت فاشله شويه بالترجي، معناتها ما نجحناش فيها وخرجنا من مجموعات، كانت فترة صعيبة. دخل طارق ثابت كان مدير رياضي، وقف الفريق ومشى فيه في بطولة افريقيا. طيب سوبر كوب، سوبر كوب دقيق يعني حصلت عليها سان داون. الترجي رجع مع طارق ثابت، لكن كان الضغط كبير يعني طارق ثابت وخيروا معناتها الجماهير الترجيه تحب مدرب اجنبي، تحب كان ضغط كبير اتجاه المدرب الاجنبي مع الفريق هو بيده، مع نقص الضغط، مع الدعم بتاع الجماهير، مع الفريق يعني لقى راحه نفسيه اكثر من اللعبيه. ظهر الترجي بوجه اخر وظهر بوجه جديد، معناتها خلاه يوصل للنهائي وخلاه يزيح لاكتيت ميموزا ويزيح سان داونز يعني، ويوصل مع الفريق الاهلي. طيب يمكن الراحه النفسيه، الراحه النفسية. انه المدرب كمل بالموجود البلوك يعني الترجي كان في حارس مرمى تحسن برشا، الدفاع تحسن، ما قبلش اهداف مع كاردوزو، خلى الفريق يوصل للنهائي. ممكن دي سبب كبير ان فلسفه الترجي دلوقتي بقت مختلفه عن زمان، يعني انا اتفرجت على الترجي امام اسك وامام سان داونز، دايما بلاحظ ان الفلسفه التدريبيه لميجيل كورتوز ان هو مش عايز يدخل مرمى اي هدف، لدرجه حتى ان على ارضه اتعادل مع اسك، كسب سان داونز بهدف مقابل لا شيء، بيلعب بتامين دفاعي، والفلسفه بتاعته سواء ذهابا او ايابا ما بتتغيرش. كاردوزو يعني كما قلت انت يعني معامل برشا على الدفاع، معامل برشا انه ما يقبلش، يخلي
هي يعني المقابله 180 دقيقه، ما هيش 190 دقيقه يعني في تونس ولا في خارج تونس، قاعد يلعب على 180 دقيقه. كره سر مع لافيك في تونس، كره سر مع لافيك في كوت ديفوار، سهل العاج يعني، وكيف كيف مع صن داونز، استنى الخطا وجاء الخطا من فريق صن داونز وربح 1-0، وفي الاياب استنى الخطا بتاع صن داونز وربح 1-0. يعني فريق نقولوا احنا منظم دفاعيا، فريق واقف ما يحبش يجازف، لكن هذا هو معناتها، حتى الفرق الكل متقاربه، واللي باش يعمل اقل اخطاء هو اللي باش ينجح. وهجوميا لو فرق قويه ما عندناش اللاعبين الكبار، يعني في ارسنال البنجان يقول احسن فريق يلعب 4-3-3 برشلونه في وقت ذاك، خاطر عندها 3 هدافين، يعني عندها ميسي وعندها سواريز وعندها نيمار. توا صعيب تلقى فريق عنده هدافين كبار كيما يعملوا فارق، يعني يقولوا احنا تحب تلعب الهجوم يعني نشوف الفارق. لكن النجم نقولوا اللي الاهلي عنده فريق متكامل، فريق كبير في برشا لاعبيه، يعني تقريبا في نفس المستوى، يعني عنده 5 لاعبين قاعدين يسجلوا، عنده 5 لاعبين قاعدين يعملوا تاسيس، يعني خرجوا في اللمسه الاخيره. هذا هو يعني الاهلي كويس، عنده اللاعبين اللي يعملوا الفارق، خاصه انه هو فريق متكامل في المجموعه الكل. يعني على فكره يا كابتن، يمكن ملاحظه لتاكيد كلام حضرتك، لما بصيت على التشكيله الرئيسيه لفريق الترجي، نفس العناصر اللي بتلعب كل المباريات الافريقيه الفتره الاخيره، ما بيحصلش فيها اي تغيير، يعني ذهاب واياب مباراه صن داونز نفس العناصر الاساسيه. لما بص حتى على معدل دقائق اللعب، ياسين مرياح عدى 1000 دقيقه، توجاي عدى 1000 دقيقه، حسام طقع عدى 1000 دقيقه، ياسين يان سايس 950 دقيقه، ماميش اكتر من 1000 دقيقه، يعني حتى الركائز عنده ما بين 6 ل 7 لعيبه بيعتمد عليهم، ما بيغيرش الا في اضيق الحدود. ده ممكن يكون ايجابي ليه في الفاينل، ولا ممكن لا قدر الله لو في ظروف معاكسه بتبقى فلسفه التغييرات هنا مش حاضره بالنسبه له؟ هو صحيح كما قلت يلعب بالمجموعه يبيدي، يعني فريق يبيدي، اما قاعد يدور، يمكن قاعد يدور 13 لاعب، يعني 13 14 لاعب يفوز، باهيه وخايبه، يعني باهيه اذا كان مثلا اصابه، باهية اذا كان خاطر كل واحد الالتزام باللاعبيه والفهم للاعبيه لبعضهم، في بالمقابل عالجوا التغييرات، التغييرات ديما يعمل فيهم هذاك ناجح الى حد الان، ناجح وكمل بها اللاعبيه، لقاو الرحم نتاعهم ولقى الفريق، زاد اون شونج با كيف كيغاني، ما غيروش فريق يربح، معناتها هذه هو القاعده في الكوره، اللي بتكسب بيه العب بيه، ما تغيرش فريق، ما تغيرش فريق يبدا رابح، معناتها خاصة يبدا ماشية، معناتها غيرنا شوية في المقابلات في البطولة، خسرنا زوج مقابلات وتعادلنا في مقابلة، يعني هيك هي يعني أكيد أكيد فريقي يكمل بالمجموعة هي بدا، حتى الانسجام قاعد يصير، المجموعة مش قاعدة تقبل، حارس مرمى قاعد يلقى في راحته مع الدفاع مع الوسط مع الهجوم، وان شاء الله تكون المقابله زي ما نقولوا احنا فيها فرجه، فيها كل فيها اهداف، ان شاء الله تعدى نهائي طيب، نهائي يعني نقولوا احنا في انسجام، لانه احنا تو النهائي بين ترجي واهلي، هي النهائيات شنو الحاجه الباهيه فيها؟ وقت يوصلوا زوج فرق كبار، يعني حتى في اوروبا وقت يوصلوا لك زوج فرق كبار وفريق كبير وفريق صغير، ما يجيش نهائي قوي اكيد، لكن تيجي نهائي فيه زوج فرق كبار يبدا فيه الحبر، يعني يبدا فيه الكلام قبل المقابله وبعد المقابله، يعني ويبدا فيه تشويق، الترجي والاهلي زوج فرق يخليه تشويق في النهائي، ان شاء الله يكون نهائي باذن الله باذن الله باذن الله. كابتن سامي العروسي، انا بشكرك جدا على هذه المداخله القيمه، وسعداء بوجودك معنا عبر شاشه قناه الاهلي في اطلاله وحديث فني مهم جدا على مباراه الترجي والاهلي، لقاء الذهاب الاول اللي هيتلعب في تونس، لسه في وقت على لقاء العوده.